يواجه منتخب تشيك. طبعا الوريث لتشيكوسلوفاكيا بطلة هذه البطولة في عام 76، واللي بتشارك المشاركة السادسة على التوالي منتخب تشيك، لم يغب عن المشاركة منذ أن شارك كتشيك في عام 96. انطلقت المباراة في تولوز ملعب اللقاء. مباراة الأمس كرواتيا تفوقت على منتخب تركيا بهدف في لقاء كان قوي جدا، في 13 عنصر من اللي كانوا في قائمة كأس العالم 2014، وعصر عناصر جديدة مع الإسبان ومحاولة المرور وعايز يعدي ويلعبها حلوة ومراتا، ولكن رائع وتسلل مراتا أمامنا. أول كورة وأول هروب نوليتو، شوف نوليتو النهاردة نجم سيلتا فيجو، شوف دخية ونوليتو ومراتا، وشوف قرب ازاي ودخل وعدى، ولكن هنا بقى ايه مراتا في اللقطة الماضية دي في موقف تسلل. بطولة الدوري مرتين مع اليوفي بعد انتقاله ليوفنتوس 2000 هدفين، نتيجة كانت صعبة جدا، وبعد كده فاز على استراليا بقى في لقاء تحصيل حاصل. راموس سجل في نهائي تشامبيونز ليج مع الريال مدريد في 2014 في مرمى اتلتيكو، ايضا بالتخصص في نهائي 2016 يلعب لقاء الدولي رقم 133. تساوى النهارده كده مع تشافي في عدد اللقاءات الدوليه. سيرخيو راموس نجم كبير يحمل الشاره، وادي امامنا هنا الكره فيها دفعه، ادي في دفعه لكن الحكم قريب من اللعب. ادي سيس فابريجا في بناء الهجمات هو القائد الفعلي، راموس هو من يحمل الشاره، وادي لمسه يد، وادي استلام، وادي مراتا يا ولد، لمه حلوه حلوه حلوه، شوف اللمه حلوه حلوه، يا سلام على الكوره. الفارو مراتا ابن النادي الملكي، ابن ريال مدريد ونجم اليوفنتوس، شوف هنا التوقع في اللقطه الماضيه. كرة سريعة انيستا فيها تسلل الكرة دي، ولكن هنا استلم راوغ بشكل رائع 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 في المراوغة بقى ايه لمه لم. هذه المباراة للمنتخب الاسباني، استلامة من جانب المارو مراتا، المارو مراتا الخطير مميز يا ولد بالكعب حلوة الألبا، ولكن بيتر تشيك، هذه أمامنا مراتا يظهر وبقوة، طموح الشباب رغبة في إثبات الذات. الفارو مراتا والمساعد بعد ما اتزحلق ودخل فيه يعني في اللقطه الشهيره اللي كانت ما بينه وبين سيلفا، يعني في تسلل كان في اللقطه الماضيه، ولكن على طول الكره اللي اتلعبت بقى من قلبه في ايد حارس المرمى تفتح الملعب، ودايما تغطيه المزدوجه اهو، ودي تمريره حلوه قوي لليتو الى سيسكا فابريجاس، العرضيه فين؟ فين العرضيه؟ مين يقابل؟ مين يلاقي الهديه؟ ولكن فابريجاس الكره بقى مش لاقي المساحه، مش لاقي المجال، وعلى طول الكره بتطلع ركله ركنيه رابعه. ركلة ركنية رابعة، لكن مراتا حيوي وبدأ ياخد ثقة. الأخ جابر سلاسي منتخب التشيكي يحاول عن طريق الجبهة اليمين، أدي جابر سلاسي يعمل هجمة، يتقدم دريدا في محاولة استلام من جانب اللاعب، نسيت أول اختبار وأول كورة كان فيه في البداية الرأسية من سيبوك، ولكن توماس نسيت أمامنا 11 هدف دولي لمنتخب بلاده، هداف التشيك هو اللاعب كولر، تغطية طبعا من خوان فران في اللقطة الماضية، وكرة الاختبار الأول بعد 45 دقيقة، أول كرة طلع روخا المنتخب أمامنا إسبانيا اللي بيمثله دخية في حراسة المرمى، وتمريرة من دخية طبعا للأمام أهو، كرة سريعة في اتجاه اللاعب مراتا، عرضية نيران صديقة، نيران الصديقة ابنك، ابنك أمامنا، ابنك أمامنا، كرة مراتا ترتطم في قدم ابنك وتتحول لركله ركنيه خمسه، السرعه مهمه، التحرك بدون كره مهم، وادي امامنا ايه الكره الممرره جميله الحقيقه في اللقطه الماضيه، مراتا عايز يعملها لسيس فابريجاس، وهبنك كاد ان يضعها في مرماه، وكره ركنيه خمسه على القائم الاول، ولكن كره تطلع الى خارج مرمى. شيمون مارتينياك الحكم البولندي، وركنيه سادسه، وادي امامنا بيتر تشيك، وتسديده وهدف اول، هدف اول ضائع، تسديده كانت من قبل اللاعب اللي كان ممكن يسجل نيليتو، رجعت الكرة إلى راموس وضاعت فرصة مزدوجة، شوف الركنية أبعدها بشكل خاطئ، بيتر تشيك وادي التسديدة من جانب نوليتو ويوقفها هبنك ويجدها أمامنا راموس، ولكن مرة ثانية سيبوك يطلع كرة إيه؟ كرة الهدف الأول، فرصة مزدوجة، بداية إسبانية في منتهى القوة في منتهى الروعة، وادي ركنية جديدة رقم 7 في اللقاء، والكرة على طول على طول كرة إلى ركلة ركنية جديدة رقم 8 في اللقاء، ضغط من الإسبان. الشوط الأول إسبانيا واجهت بيتر تشيك اللي واجهها الحقيقة بشجاعة وبراعة، منتخب التشيكي الفنيا مش عالي قوي لكن تنظيميا ودفاعيا ومساحات اللي كان مضيقها بنجاح كبير، وأمامنا التقدم هنا من جانب اللاعب بيكي، ترجع مرة ثانية سيلفا ضيع فرصة أنقذها بيتر تشيك ببراعة، أدي أمامنا جت في القائم الأيسر من الخارج، والكرة الركنية اللي أبعدها بيتر تشيك وكان طبعا سددها نوليتو ورجع
رجعت الى امام داو موراتا، خطيره الكره لكن وسط الحصار، الحصار من قبل لاعبي منتخب تشيك. ضيع موراتا الشوط الاول كورتين انقذوا كرات الثابتة أمامنا، ملعوبة الكرة داخل منطقة الجزاء، وهبني كاد أن يسجل رغم قلة الكرات. أدي كرة من اللاعب كريتشي والمتابعة من المدافع هبنك اللي كان ممكن يسجل. في هبنك سجل في مرمى بلجيكا، في مرمى اسكتلندا، في مرمى مالطا، وكاد أن يسجل أغلى أهدافه. كرة من هبنك، كرة ثابتة بتدي ناقوس خطر للمنتخب الإسباني. وبدأ يهدد مرمى المنتخب الإسباني، ركنية قصيرة ملعوبة على القائم البعيد، هذه جابر سلاسي. يا ولد يا ولد يا ولد يا سيسكي للصوب، جابر سلاسي يلعب رأسية خطيرة خطيرة، الكرات الثابتة أمامنا أهو، ركنية للتعب قصيرة، ملعوبة حلوة حلوة قوي من جانب اللاعب كريتشي أمامنا، ضغط من جانب الشيك، لكن سيسكي إيه؟ شال كورة هدف، كورة هدف، الكورة بتاعت جابر ثلاثي. بص الركنية روزيتسكي إلى اللاعب المميز أو كريتشي، ملعوبة على القائم البعيد، جابر ثلاثي رأسية رايح لها أمامنا أهو، شالها من أمام قادر بيك اللي سجل في مرمى أيسلندا وسجل في مرمى هولندا، تيم شورتسون اللي رايح رقم اثنين ده بيبل قادر بيك سجل هدفين، والتشيك بدأوا إيه يظهر في بعض الفترات. وأمامنا هنا بقى هيبنكي طلق، ضغط إسباني متواصل، ضغط إسباني متواصل في اللقاء حتى هذه اللحظة، لكن دون هز الشباك مع بعض الهجمات الخطيرة من جانب منتخب تشيك. دفاع المنتخب التشيكي في واحدة منهم ممكن تظبط، ضغط اللي بيعملوه في الوصول للكرة الثانية. ألبا المرة دي، علي أمامنا ألبا، قالوا نوليتو نوليتو نوليتو، لكن لعبها له ولكن تطلع إلى ركلة ركنية رقم 12. في قناعة كبيرة جدا من نوليتو، عمل تمرير حلو قوي الحقيقة لألبا، ودخل له مره ثانيه وحطها له، ولكن هنا بقى شوف الادوار الدفاعيه. سلام على فلاديمير دريدا، عامل دور دفاعي كبير قوي، لعب هيرتا برلين واللاعب السابق في فرايبورج اللي بيحمل رقم 22. نوليتو ركنيه، بيتر تشيك يتالق ويبعد الكوره المره دي على جنب، تروح لاخوان فران، خوان فران وكريتشي امامنا، ترجع الى راموس مميز قوي في الكرات العاليه، راسيه دوريتس امامنا، الكرات ايه اتلعبت صح بقى المره دي، اللي اتعملت صح اتلعبت صح، ولكن يعني التوفيق لسه ما زال، يعني الحظ بيعاند المنتخب الاسباني، يعني الدفع بادوريتس لان الاسبان بيلجأوا للكرات العاليه، فاصبحت بقى ايه الامور بهد الشباك. انيستا عدى حلو قوي، انيستا الحل الفردي، انيستا انيستا، لكن غابه من الاقدام، تصل لسيلفا، نوليتو يا ولد يا راجل خلص، لسه هتفكر. تياجو الكانتارا ابتعدوا عن المشاركات، بدا يشارك في الاجواء والايام الاخيره مع بايرن ميونخ، لكن كره معموله حلوه 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 حلوه. مدي 67 في الفتره الحاليه من اللقاء، ولكن بقى ايه الامور بهد الشباك. انيستا عدى حلو قوي، انيستا الحل الفردي، انيستا انيستا، لكن غابه من الاقدام، تصل لسيلفا، نوليتو يا ولد يا راجل خلص، لسه هتفكر. تياجو الكانتارا ابتعدوا عن المشاركات، بدا يشارك في الاجواء والايام الاخيره مع بايرن ميونخ، لكن كره معموله حلوه 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 حلوه. بعد الفوز على تركيا وانتظار بقى المحطات القادمه، اسبانيا مع تركيا في نيس يوم 17، وهتلعب بعد كده مع كرواتيا في بوردو، ولكن هنا المهمه الاهم النهارده مع الفريق امامنا تشيك، وكاد ان يسجل روزيتسكي امامنا. روزيتسكي يعني شوف امامنا اللقطه الماضيه، ادي الكره العرضيه، خوان فران روزيتسكي التعب بقى شالها وقلشت وتطلع الى خارج هيبنك سيبوك لامبريسكي وقدر بيك، انطلاقه خوان فران واحد من نجوم اللقاء، خوان فران كره العاليه قلشه، روزيتسكي يشيل، ترجع مره ثانيه لبيدرو، ضغط المتواصل في الشوط الثاني من جانب الاسبان باستثناء يعني اربع خمس دقائق، وادي الهدف. وبيكيه الرسام يصنع، وبيكيه يسجل في ايه؟ في الدقيقة 87، في الدقيقة 87 يسجل أمامنا بيكيه الهدف الدولي الخامس، سجل في تركيا وبلجيكا ومقدونيا، وكان سجل في مرة البوسنة، وأمامنا هو بيكيه يسجل الهدف الدولي الخامس، لكن هي بادية حلوة خفرة، دخل يدافع، الكرة الثانية للإسبان بيعملوها ببراعة، بيدرو إلى إنيستا، وإنيستا يعملها جميلة بقى إلى اللاعب بيكي في اللقطة الماضية، وراموس كان مكمل، ولكن بيكي أمامنا أهو
يعني اللي سبق اكل النبأ، وبيكيه هو من يحمل النبأ الصار الاسبان. هو الهدف الاول لاسبانيا في الدقيقه 87 عن طريق بيكيه لاروخا المنتخب الاسباني. الجماهير في هذه اللحظات فيبا اسبانيا، جماهير العاشقه المحبه لهذا المنتخب. اسبانيا اللقاء القادم مع تركيا في نيس يوم 17، وهتلعب منتخب تشيك هيلعبوا مع كرواتيا في سانت تيان يوم 17. اخر اللقاءات كرواتيا مع اسبانيا في بوردو يوم 21 يونيو، واخر لقاء لمنتخب تشيك مع تركيا في لانس ان شاء الله يوم 21 ايضا. بيكي رجل المباراه لانه صاحب الهدف. بص شوف انيستا يا ولد، الرسام الاسطوره يهدي زميله امامنا اهو. الراجل جاي زي الطلقه، زي الطلقه ولفاته اللاعب البديل في اللقطه الماضيه لم يراقب بيكي.